waxaanta magaalada muqdisho lagu qabtay wajiga labaad ee shirka lagaga hadlay dhaqanka islaamka ilaalintiisa adkaynta in wax lagu barto luqadda carabiga iyo in laga hirgeliyo madrasooyin lagu baranayo luqadda carabiga jaamacadda al carabiya oo ah jaamacadda wax ku dhigta luqadda carabiga ayaana qabatay shirkan oo ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho shirkani ayaa waxa ka qayb galay qunsulka safaaradda suudaan agaasimaha waaxda tayadhowrka iyo halbeegga wasaaradda waxbarashada agaasimaha waxbarashada sare ee gobolka banaadir aqoonyahanno isugu jira dhaqaatiir macallimiin iyo kooxdii baxsiga ku soo samaysay heerka ay marayso luqadda carabiga ugu horeyn waxaa shirka ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda al carabiya maxamed ibraahim cali taxta alcinwaan allugat alcarabiya والتعليم النظامي في الصومال الواقع والفرص حيث يكشف هذا المؤتمر الغطاء المهيمن حول القضية في هذا الصدد وإجراء دراسات علمية متينة لتوضيح المشكلة التي أدت إلى تقهقر اللغة عما كانت عليه سابقا وبيان سبل العلاج المناسب لذلك وإظهار النتائج التي استخلصت من الدراسات التي أجريت وما هذا المؤتمر المبارك إلا تجسيداً لذلك فهو النتيجة محاولة لإنقاذ هذه اللغة من الاندثار والتدرج إلى أسفل السافلين وهذا تصديق لرؤية الجامعة وتحقيقاً لرسالتها وتطبيقاً لأهدافها ومميزاتها danka kale waxa shabeel la hadlay qaar kamid ah marti sharafti ka qayb gashay mu'tamarka ay jaamacadda al carabiya soo qaban qaabisay iyo qaar ka tirsan ardayda dhigata jaamacadda al carabiya iyo doktor abubakar haaji khaliifa muhammad doktor khaliifa waxa maanta farxad weyn noo ah ka qayb galka shirkan cilmiga ah ee ku saabsan luqada carabiga madarista nidaamiga iskuulada lagu dhigo واقع هذا يوم فرصة إلى اللغة العربية وهي قبطة الجامعة العربية جامعة العربية إلى هذه الصومالية مقديشو كتالو مقعي و دكتور علمي أحمد ورسامة اللغة العربية الله سبحانه وتعالى أي حفديي وبلنقى ذي مركي وبلنقى ذي دين في سنة في السنة الله سبحانه وتعالى يقول لي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قرآنك يذكر قال له يوحي يسا الله سبحانه وتعالى أسقى بلن قاضي إنه حفظ السنان أيوه الشيء قاس الله بلن قاضي أي اللغة العربية إنه اللي بيسو تتشي مقعي وحمد عيسى علي وحاكمي ده أرضا اللي كتجا مع عدة العربية ما أنت إلهي ما دي سوحا نصر تقلي مؤتمر كي لباد إيه جامعة قبنا يسوء وكاسوك هذا هي لغة عربية هي إيه تعليمك نظامية جامعة العربية وجامعة الوريسة الصومالية أساساً ودروس تدرب برت اللغة العربية وأنا بقاعدين هنا إن اللغة العربية أساس رأس رمريو تن إيتين كسيب ده بوان وهم بليين هنا مقعي وعبد الله حسن عثمان حنكمد هاي أرضي ذا الجامعة العربية في الصومال ما أنت وحمد جونا مؤتمر كيني لبات وها اللغة العربية وتعليم النظامي في الصومال وأنا مؤتمر كي رادة جامعة العربية قوانا يسوء تاسيو أن رمنا جامعة إيربتو إن مكان ذا اللغة العربية ما يصير الواقع هذا في ودن كنا. محمد عثمان جدي قدومي كحجان كجامعة العربية. قبل جبدي شركة شبل لها لي أي شيء إن لغة العربية وقعد برتو أي دور وين كقاعدن كرتو سكنان تمسلم مذا هذا ما دام أي تهل لغة كلية كل جنتة هي دين تينا إسلام ك. ما أنت لو تلو سرت قري هنا قوانين شرع علميتك لبعض كسب سن اللغة العربية سنة كان كسب سنة لغة العربية هي وحبرشد النظامي جاء أي كسب سنة وحنا نصر تجي شيء لما قبل الله ودنا كوبين هاي إن لقسم مايو علم بارس كسب سنة لغة العربية هي وحبرشد دور التطور قضاء أو لسوس من بحث علمي أي مانت لسوس جديد باهذا كان في إن الجامعة أي هوشان وين أي قشن واحد هاي مركي جامعة عربية لغة عربية إن ولا استوي ما ذي جانب ك وحبر شدنا كسي فجاني سو جانب ك حق الشقة ذا سوق العمل كان يكسي فجاني سو أي جامعة حقيقة الدور إن ضد كدمير كده وقول لقاجيو لغة عربية يمهم ده القفكم صومالي أو مسلم كأولاد هاي أرنتها سيان وقول لسي شركان
ايا دمان انتي كقهيب غاشي وحا اي سيو دي جيري هباق او قدرين بلشدة صوماليات ان اي كقهيب غاتان نولا انتها لوقد عربيغا محمد عبدالله شبه لتيفي مقدشو.